انضم الينا هاتفيا سياده الوعاد العمده المستشار باكاديميه ناصر العسكري. بالتحديد سياده الوعاد، هنا طبعا نتحدث حول الذكرى 70 لثوره يوليو المجيده وكيف انها اسست لبناء وطن وحياه اجتماعيه وايضا مساواه وعداله، فكيف ترى اهميه ثوره يوليو في البناء عليه في المستقبل لبناء انسان ومجتمع مصري متطور؟ الاول استاذ محمد، كل سنه وحضرتك والشعب المصري كله بخير. طبعا 70 عام مرت على ثوره 23 يوليو، وهي ترجمه حقيقيه فعلا للعلاقه بين الجيش والشعب زي ما اورى السيد الرئيس في كلماته التي اذيعت منذ قليل. مبادئ ثوره 23 يوليو كانت واضحه وصريحه ومحدده: اقامه جيش وطني قوي، حياه ديمقراطيه سليمه، عداله اجتماعيه، بالاضافه الى القضاء على الاستعمار واعوانه، الاحتكار وسيطره راس المال، القضاء على الاقطاع. هذه العناصر السته اللي كانت من المبادئ الاساسيه لثوره 23 يوليو هي اللي فعلا وضعت اللبنه الاولى للجمهوريه الاولى، والتي ننطلق على 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 اساسها ونستلهم من روحها الان للوصول الى الجمهوريه الجديده. لان كل المجالات مختلفه، المجالات متعدده اللي ممكن نتركها ونتعدى ونخترقها. يعني قضاء على الاستعمار، اعتقد ان كانت البلد مختطفه من قبل فئه ضاله، اعتقد ان الحمد لله دلوقتي يسود الامن والاستقرار داخل ربوع الدوله المصريه. كثير من الامور المتعلقه بهذا الموضوع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، الشعب المصري كما اورى السيد الرئيس هو الذي تحمل تبعات هذا مسار الاصلاح الاقتصادي، وكانت النتائج الحمد لله. والتبعات يمكن زي ما قلت عليها، يعني ستلوه واشار اليها السيد الرئيس، او الازمات التي حدثت في اثناء ثورة يوليو التي تحملها الشعب المصري طبعا، والقضاء على الاستعمار وغيره، ده بيذكرنا بصمود الشعب المصري كما قال السيد الرئيس وتحمله الأزمات التي يمر بها البلاد نحو جمهورية جديدة. بالضبط، وده اللي واضح ولا صريح اللي تبعت. يعني شوف حضرتك، في ظل الازمه الاقتصاديه وفي ظل الظروف الاقتصاديه اللي بنعيشها اللي بيعيشها العالم كله من جراء الحرب ولا العمليات العسكريه الاوكرانيه والروسيه، ضيف على ذلك جائحه كورونا اللي استمرت قرابه 3 سنوات ولا زالت مستمره حتى الان، تحديات كثيره في محيطنا الاقليمي، بعض القرارات السياسيه المختلفه، في ظل هذا كله ونرى بعض الدول تنهار وبعض الدول يعني تتعرض لازمات اقتصاديه كبيره جدا، ونرى بعض الدول تتعرض لازمات في الغذاء وفي الامن وفي الطاقه، يعني امور متشعبه كثيره جدا تعرض لها العالم، ولكن الحمد لله الدوله المصريه على الرغم من كل هذه التهديدات والتحديات في اطار بناء الجمهوريه الجديده، اعتقد انها لا زالت راسخه وشعبها المصري متحمل كما تحمل تبعات وما قالت اليه الامور بعد 23 يوليو، يتحمل الان ما بعد 30/6 للوصول الى ما يصبو اليه من جمهوريه جديده فعلا تتعاطى وتتعامل مع عقله وفكره، تواكب التطور الحديث للعالم صحيح. كله وفي نفس الوقت تقدم ما هو جديد. أشكرك إذن هاتفيا سيادة اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.